فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله قول الله تعالى: ولا تضربوا لله الأمثال. هلا. فلا تضربوا لله الأمثال. يقول: ونحن نسمع من يذكر أمثلة ثم يقول: لله المثل الأعلى، وذلك للموعظة، فهل هذا يدخل في الآية؟ لا، ما يدخل في الآية. إذا ضرب المثل من أجل التقريب للناس، تفهيم الناس، لا من أجل أن هذا مثل أسماء الله وصفاته، لا بأس بذلك. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كل شيء هين عليه سبحانه، لكن هذا من باب الإقناع للناس وهو أهون عليه. ثم قال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. تمثيل لأجل التقريب لا بأس به. نعم.